مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، فضلا منكم وليس أمرا، ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. أعلن الملك محمد السادس نصره الله للشعب المغربي قبل قليل عبر بلاغ للديوان الملكي أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى. فيما يلي بلاغ الديوان الملكي: يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. الديوان الملكي. وفيما يلي تفاصيل هذا الخبر السعيد: أعلن اليوم الأربعاء من قبل الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم عن خبر مهم، حيث تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، بينما ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول. وذكر الاتحاد الدولي في بيان له: وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030، وتأهل المنتخبات الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة. وتابع: إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتيفيديو عاصمة أوروغواي احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب. ونال المغرب شرف تنظيم كأس العالم عام 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، ولم يكن هذا الشرف مجرد انجاز رياضي فحسب، بل كان أيضا اعترافا بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المغربية الشريفة في تعزيز علاقاتها مع الأمم الأخرى، حيث تتمتع المملكة المغربية بمكانة رفيعة بين الأمم، وقادتها الحكمة والرؤية الاستراتيجية التي جعلت منها رمزا للسلام والتعاون. والدليل على ذلك ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في المغرب، حيث يحتضن المغرب العديد من الملتقيات والتظاهرات العالمية البارزة. ومن الناحية الرياضية، أظهر المنتخب المغربي أداء استثنائيا في كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل إلى مراحل متقدمة من البطولة وأبهر العالم بمهاراته وروحه القتالية. وكان هذا الأداء اللافت إحدى العوامل التي ساهمت في اختيار المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. وإلى جانب ذلك، أثبت المغرب نضوجه في مجال البنية التحتية، حيث قام بتطوير ملاعب حديثة ومنشآت رياضية عالية الجودة لاستضافة البطولة،
وتم تحسين البنية الفندقية ووسائل النقل والمرافق السياحية لضمان تجربة مميزة للجماهير والمشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، ستصبح كأس العالم 2030 حدثاً رياضياً واجتماعياً عالمياً، حيث ستجمع بين الثقافات والشعوب الثلاث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط للاحتفال بعرس كرة القدم العالمي. وبهذه الطريقة استمر المغرب في تعزيز دوره كمحطة رياضية وثقافية مهمة على الساحة الدولية. إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 سيكون إنجازاً رائعاً يمتزج فيه الرياضة والدبلوماسية والتطوير البنيوي، وهو أمر سيترك بصمة إيجابية تستمر لعقود قادمة. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، فالرجاء مشاركتنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا المميزة.